نسور التواسع، يا من تحلقون عاليا بقوة الجناحين والبصر، ارتفعوا وحلقوا، فأمامكم المستقبل وأمامكم الحياة. حلقوا بنجاح العلم والمعرفة، حلقوا بجناح العلم والمعرفة وجناح الإيمان والفضيلة، وحافظوا أن يبقى بصركم وبصيرتكم حاداً لتميزوا ما هو خير لكم. تتركون مدرسة تربيتم فيها ونشأتم على محبتها، احتضنتكم هذه السنين الطويلة وجعلتكم رجالاً، ومهما وصلتم من العلم ومهما تقدمتم في المجتمع لا تنسوا أبداً أنه هنا يوجد الحضن الدافئ والصدر الحنون الذي لم يزل فاتحاً ذراعيه ليضمكم إلى أحضانه ومفتخراً بكم وبإنجازاتكم. الاجتماعية والتربوية التي تنمي المجتمعات، تثقفها وتجعل من حضاراتها حضارة عريقة ومكانا للفخر والكبرياء. فالحوار قطعت على نفسها عهدا أن تحافظ أولا وترفع ثانيا من شأن معلميها ومكانة العلم والمدرسة معا. الحوار قررت الالتزام بالقيم التي ترتكز عليها هذه المهنة والمكانة التي تستحقها، للمدرسة حرمتها والهيئة التدريسية بركتها، كلتاهما تبعثان في أبناء وبنات هذا الجيل الرغبة في التقدم التعلم الرقي والشموخ نحو القمة والمجد. فهنيئاً لكم، قوة الإرادة وما وصلتم إليه من إنجاز، وهنيئاً لي بكم. ولا بد من كلمة شكر للسلطة المحلية، فأقول يا أبا فرج، نشكر لكم سخاء عطائكم ووفير حبكم لكل ما قدمتموه للمدرسة من أجل رفعتها، والتزامكم تجاه كمؤسسة تربوية تحضن أبنائه لتؤهلهم وتخرجهم جاهزين لمواجهة التحديات والمنافسة بكل ثقة على أعلى المراتب وأمام الجميع. أولياء الأمور الأفاضل، نشكر لكم دعمكم للمدرسة دون كلل أو ملل في جميع الميادين وفي جميع الظروف. طلابي وطالباتي الأعزاء، أنتم عتاد الأمة في السراء والضراء، لا نصر إلا بقوتكم ولا هزيمة إلا بضعفكم، لا يزهر العلم إلا بكم ولا يسمو الرقي إلا بمجهودكم، فأنتم عنوان الأمة ومظهر ضعفها وقوتها في عقلها وقلبها وخلقها. فعلاكم بالعلم وتقدمكم بالمعرفة وعجزكم بفقدهما. تحملوا من الهموم ما لا يدنيكم وما لا ينسيكم قدرة الرب في تصاريف الزمان، ولا تكونوا غير مبالين بما يجري حولكم، فالمشاركة الوجدانية أنبل خصائص الإنسان. عيشوا مع الناس متحابين واتركوا وراءكم الأثر الجميل، وليكن كل واحد منكم مع الناس كمحتاج يتواضع له وكمستعين إليه وكمسؤول يدافع عنهم وكطبيب يشفق عليهم. فإلى طريق المجد هبوا صامدين، ثم سيروا إلى العلا طامحين، فإنه من لم تسر في عروقه دماء المجد، لازم استقبل دماء الحوار، لا يمكن أن يصنع مجداً، ومن لم يتسلل من جباه مرتفعة لن يستطيع أن يرفع رأسه إلا في غفلة الشرفاء. يا أحبتي، في إنجيل القديس أمامكم لكي نقول لكم أنكم أتحفتم هذه المدرسة سنين طويلة
وحملتم منها ذكريات جميلة، ونهلتم أخذتم منها العلم والأخلاق والمعرفة. واليوم جاء الوقت لتنتقلوا مثل ما قال أبونا كسفراء إلى مدارس ثانوية أخرى، فكونوا سفراء صالحين، كونوا سفراء علم وأدب، لأن فالصوتة تحبكم وأنتم تحبوها، والآن فالصوتة ترى من خلالكم، أنتم النافذة لفالصوتة. فأنا واثق أنه بتربيتكم في بيوتكم وفي مدرستكم ستمثلون هذا البلد وهذه المدرسة أجمل تمثيل في المراحل القادمة. المعلمين الأعزاء والهيئة التدريسية والإدارة، أنتم تعملون مشكورين لخدمة طلاب هذا البلد. نحن نعترف دائما بجميلكم، ونحن درعا لكم، ونقود أي خطر لا سمح الله يهاجم مدرسة الحوار أو المعلمين أو الطلاب. لم ولن يكن هدفنا أبدا أن نمس بقدسية هذا الصرح، بقدسية هذه المدرسة، لأن بها يدرس طلابنا. نحن جميعا هيئة تدريسية، لجنة آباء، أولياء أمور، ومجلس، وكل المعنيين في فصوطة وغيرها يهمهم بالأصل وبالأساس مصلحة الطلاب، لا شيء آخر يهمهم. ربما، وهذا ليس جديد على فصوطة أو غريب على فصوطة، يكون هناك خلافات في الرأي، ولكن تعالوا لكي لا نجعل خلافنا في الرأي سببا لاختلافنا. تعالوا دائما نتحاور كما هو اسم المدرسة، نحاور واحدنا الآخر باحترام كامل، مع الحفاظ على صلاحيات ومسؤوليات كل طرف من الأطراف المعنية، لأنه لا شك لدي ولا لديكم أن الجميع هنا يريد فقط مصلحة طلاب فصوطة. المجلس المحلي وأعضاؤه وكادره سيستمر في العمل الدؤوب للحفاظ على مستوى هذه المدرسة من ناحية البناء ومن ناحية المضمون. سنعمل كل ما في وسعنا لإتمام المشاريع التي بدأنا بتنفيذها، وسنفتش دائما عن مصادر مادية لكي ندعم هذه المدرسة أكثر وأكثر. هذه المدرسة بحاجة إلى ترميم، بحاجة إلى تحسين من ناحية المبنى، لنجعلها ذات إقليم مدرسي وتربوي آمن مريح ومهيأ. الخريجيون الأحباء، أنا على ثقة أنكم تعرفون حقوقكم وواجباتكم نحو عائلاتكم ومجتمعكم. نحترم فكركم ورأيكم، ونفهم طموحاتكم، ونشجعها أينما استطعنا، ونحاول أن نقيمها لتزهر وتثمر. أيها الحفل الكريم، تقدم وتطور المجتمعات لا يتم إلا بالتعاون والحوار، بالتسامح والإلفة، بالاحتواء والمودة، والمشاركة الحقيقية بين الأهل والمدرسة والسلطة المحلية تؤدي بالضرورة إلى تعزيز المسيرة التعليمية في قريتنا الحبيبة. لا يخفى على أحد أن العلاقة بين لجنة أولياء أمور الطلاب وإدارة المدرسة لم تأخذ مسارها السليم، فكانت خلافات أحيانا، ولكن كما تعرفون أن تعدد الآراء والنقاشات والنقد البناء هي من سيم المجتمع الحضاري التقدمي والديمقراطي. فمن منطلق المسؤولية من جميع الأطراف، عدنا للحوار مؤخرا، وكان الاتفاق المبدئي للتعاون مستقبلا
والطريق ما زالت طويلة. باسم أهل الطلاب ولجنة أولياء الأمور أتقدم بأسماء آيات الشكر والامتنان لرئيس المجلس وإدارة المجلس المحلي على دعمهم للتربية والتعليم والثقافة بشكل عام معنويا وماديا، وإلى أعضاء الهيئة التدريسية على كل ما بذلوه من جهد طيلة سنوات لنفرح اليوم بفلذات أجبادنا. فهنيئا للأباء والأمهات بهذه الطيور المغردة المحلقة وقد تترك أعشاشها إلى فضاء أوسع. وللطلاب الأحباء ألف مبروك، وأتمنى لكم مزيدا من التألق والنجاح، وشكرا. وبعد انتهاء رحلتنا في مدرسة الحوار حان الوقت الذي سنطفئ به أضواء صفنا الصف التاسع كي يأتي طلاب آخرون ويضيئوها من جديد بأخلاقهم وجهدهم. وباسمي وباسم طلاب صفي سأقدم شعلة العلم والثقافة لجيل جديد قد يضع نور الشعلة أمامه وأمام رفاق الصغار دوما، فيزيد من نورها بأخلاقهم وأعمالهم، وهكذا تتناقل الشعلة حتى نصل لغد مشرق بالأمل والثقافة. بكل فخر واعتزاز سأستلم شعلة العلم والثقافة، ودائما سوف أحافظ على أن يسطع نورها على جميع الأجيال. وسنعمل كل ما بوسعنا لنملأ الحقول برودنا الملونة بمواهبنا كي نقطف أجمل باقات العلم.